زي ما قلت لحضراتكم بقى احنا هنتكلم دلوقتي عن مراحل حليج القطن، وطبعا من خبرتي هشرح لحضراتكم كل مرحله. اكيد مش انا، باشمهندس بدوي بقى هو اللي هيشرح لنا. ازيك يا باشمهندس؟ يا اهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا. ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير، نحمد الله. اشرح لنا بقى، احنا في اول مرحله كده صح؟ دي المرحله الاولى لعمليه حليج الاقطار. اسمها مرحله التفريغ. يفرغ القطن من هنا ويدخل على المخازن اللي هي تقدر نشغل على مدار 24 ساعه، يبقى عندي قطن مخزن بحيث ان انا اشغل بالليل اشغل بالنهار مفيش مشكله خالص. دي المرحله الاولى في عمليه حليج القطن. هو بينزل هنا وبعدين الشفت بيطلع هنا بيسحب الهواء كده وينزل يتخزن في مخزن جوه. ده المخزن حضرتك دوله كده خزن عشان عمليه التشغيل على مدار الساعه، على مدار 24 ساعه. تمام. التخزين ده بيتم عشان لو انتوا المصنع المحلك شغال 24 ساعه. عشان يشتغل 24 ساعه. يبقى عندي القطن اللي شغلني 24 ساعه ما فيش مشكله. اخزن قطني في المخازن واشغل على مدار ال 24 ساعه. يعني دي مرحله التفريغ والتخزين بس. دي المرحله الاولى. مفيش اي هنا تنظيف مبدئي. لا لا لا، هي بيحصل تنظيف للقطن فوق وينزل يتخزن عشان اخده بعد كده لعمليه الحليج داخل. يعني هنا دلوقتي بيتشفط يطلع فوق. بيتنضف، يحصل عملية مبدئية. تمام. وبعدين جزئية. وينزل بالمخزن يتخزن عشان عملية التشغيل بعد كده. يبقى أنا عندي قطن شغلني على مدار 24 ساعة. حلو الكلام. تمام. تعالوا على المخزن بقى. اتفضل حضرتك. من كده ولا كده؟ كده اتفضل. ولا أنا اتشفت من هنا؟ لا ما فيش مشاكل، اتفضل من هنا. ده المخزن بقى. ده المخزن حضرتك واحد من ضمن 8 مخازن اللي احنا بنقول نخزن فيه القطن عشان اقدر اشغل عنبر الحليج على مدار 24 ساعه. حلو. طيب دلوقتي بينزل من فوق مع التنقيه من الشوائب بشكل مبدئي. نقينا جزء شوائب جزئيا وبعدين اخده من هنا بسحبه وبيحصل له عمليات بقى تنقيه. أيوة. جوه. ده على فين بقى؟ ده بياخد بيدخل جوه على عنبر الحليج. على عنبر الحليج على عنبر الحليج الناحيه الثانيه وحضرتك تبص معانا عليه. طيب. ان شاء الله. ما شاء الله. حضرتك اتفضل. شكله يفرح. ده انا مبسوط يا استاذ بدر وانا بتفرج عليه، عايز امشي بسرعه ليه؟ ده القطن المصري حضرتك اهو. واخد بالك؟ حصل له نظافه جزئيه من الشوائب. الشوائب اللي لسه جوه بقى بيخش المحل. بيخش بقى مراحل تنظيف اكتر بقى، كام مرحله تنظيف ثانيه بحيث انه يبقى خالي تقريبا من الشوائب. جميل. زي ما انت شايف حضرتك طالع من هنا داخل واحد.